آيس كريم بمكون واحد فقط هو صحي، نجيب الموز، ممكن نجمد أي نوع من الفواكه المهم تكون ناضجة مثل هيك، وبنقشره بنوضعه بالفريزر لمدة 4 ساعات أقل شيء، وبعد 4 ساعات بنوضعه بمحضرة طعام. هذا كل شيء. التخزين دائما بالفريزر هو أكثر من رائع. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.